أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا رحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات؟ أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز، هو الفوز العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، من أبرز السمات التي تميز الكافر عن المؤمن والعلامات التي يختص بها المنافقون دون عباد الله المؤمنين أنهم
لا يؤمنون بالله تعالى أو لا يؤمنون بلقاء الله تعالى ولا باليوم الآخر. ولهذا فإن الله تعالى إذا تحدث عنهم فربما كنا عنهم بصفتهم، وأول وأولى ما يبدأ في هذا السياق من الصفات أنهم لا يؤمنون باليوم الآخر. فإن المنافق أو المشرك سبب كفره ونفاقه أنه لا يؤمن بالبعث بعد الموت حقيقة، وأنه لا يؤمن بلقاء الله ملك الملوك يوم يبعث الناس من قبورهم إلى الله تبارك وتعالى. فإنه لو آمن حقا بأنه ملاق الله تبارك وتعالى، وأنه قادم عليه فردا، وأنه يجيء يوم القيامة مع الخلق جميعا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وأنه يترك ما أعطاه الله وما خوله من النعم، لم يكن ليسخط الله تعالى ويبارزه بمعاصيه ولا يبالي بأوامره. بل إن من آمن بالله تعالى وآمن حقا باليوم الآخر بالبعث والجزاء والحساب ونصب الصراط والموازين وما إلى ذلك من الكروب والمحن في ذلك اليوم، فإنه يستحي من الله ويخاف أن يبارزه بمعاصيه أو أن يقصر في أوامره. ولو قصر فإنه يبادر بالتوبة لإيمانه حقا بأنه يلاقي الله تعالى وأنه يحشر يوم القيامة. قال الله تعالى عن بعض أهل الكفر فيما يبارزون به دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال الذين لا يرجون لقاءنا، لاحظ وصفهم بأنهم لا يرجون لقاء الله إشارة إلى أن عدم الإيمان حقا بملاقاة الله يوم القيامة من أسباب عدم المبالاة بالله تبارك وتعالى وعدم الإيمان برسله وأنبيائه وعدم تصديق الكتب المنزلة. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، ماذا قالوا لمحمد؟ قالوا له بعدما أنزل عليه هذا الكتاب العظيم الذي لا يقرأه صادق إلا آمن به، ولا يسمعه عاقل منصف إلا صدق بآياته وآمن بمحكمه صدق بمتشابهه، قالوا متكبرين معرضين أصابهم العتو الكبير، لولا أنزل يا محمد، لولا أنزل علينا الملائكة أو فوق ذلك أو نرى ربنا، نحن لن نؤمن لك حتى نرى الله أو حتى يأتي الملائكة معك. والله سبحانه وتعالى يقول ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فانظر يا رعاك الله إلى أن من اتبع هواه ولم يسلم نفسه إلى الهوى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فإنه يزيغه الله بعد إذ زاغه هو بنفسه وباختياره وتكبر. لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، قال الله تعالى لقد استكبروا في أنفسهم، تكبروا عن الحق وعتوا، وليس أي عتو بل عتوا عتوا كبيرا. هؤلاء يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم 40 سنة ما كذب فيهم ولا خان، كان أمينا يأتمنونه على أموالهم على أولادهم على بيوتهم، فلما بعث بالحق كذبتموه، أنتم تعرفون أنه حق كما تعرفون أبناءكم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. الكبر بطر الحق وغمط الناس، لا ينفع معه موعظة ولا ذكرى، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية ما يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، يقول الله لو فتحت بابا من السماء وأخذتهم وأصعدتهم إلى الأعلى كي ينظرون بأعينهم حتى لا يكون لهم يعني قول في عدم الإيمان، ماذا سيقولون؟ لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون يصعدون، ماذا سيقولون بعد ذلك؟ لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، لو فعلنا هذا لقلتم إن محمدا سحرنا، هذا ليس حقيقة بل خيالا. سبحان الله، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أرأيت من اتخذ إلهه هواه
أفأنت يا محمد تكون عليه وكيلا؟ إن عليك إلا البلاغ، ما أرسلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل. أنتم أيها المشركون سترون الملائكة، ولكن ذلك اليوم الذي ترونهم فيه لا تكون لكم البشرى، بل السعير والعذاب المقيم. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، ولو ترى إذ الملائكة باسطوا أيديهم، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، انفعوا أنفسكم حينما نقبض أرواحكم، أنى لهم ذلك. اليوم تجزون عذاب الهون، لماذا؟ بما كنتم تقولون على الله غير الحق، وكنتم عن آياته تستكبرون، وأنتم تعلمون أنها حق، وأن هذا الكلام ليس بكلام بشر، بل هو كلام الله الذي أنزله على رسوله. والنازعات غرقا، الملائكة تنزع أرواح الكافرين بشدة، بلا رحمة، بقسوة، في حين إن المؤمنين تنزعهم ملائكة ليون بيض الوجوه، يفرح المؤمنون بذلك بهم، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، التي عملتم لها، سهرتم من أجلها، قمتم عن مضاجعكم لأجلها، تركتم الحرام لأجلها، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا، ضيافة، ومنزلا كريما، ممن؟ من غفور رحيم. ويقولون حجرا محجورا. حجرا محجورا كلمة تقولها العرب دارجة بينهم حينما يقع الواحد منهم في المصيبة التي لا يجد الخلاص منها، حجرا محجورا. الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، ربما كان الواحد من هؤلاء قد عمل عملا من المشركين، قد عمل عملا ظاهره الخير، أو أن فيه نفع للناس، ولكن هل ينفعه في ذلك اليوم هذا العمل؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما دام أنه أشرك مع الله أحدا فإنه لم يخلص له في العبادة، ولم يتابع بعمله هذا محمدا صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول أن أغنى الأغنياء عن الشرك، من أشرك معي أحدا تركته وشركه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فكل عمل لا يكون صاحبه فيه مخلصا لله تعالى، يعمل ابتغاء وجهه، ابتغاء رضوانه، رغبة فيما عنده، ويتابع في عمل هذا محمد صلى الله عليه وسلم ويسلك هديه، فإن عمله مردود عليه في وجهه يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، إلى أعمال هؤلاء المشركين، ربما أحدهم حفر بئرا، اعتق جارية، رب ولدا، وقدمنا إلى ما عمل، وصل رحما، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، ماذا سيكون جزاء أعمالهم آنذاك؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، هباء منثورا، لا فائدة منه، كالهواء. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب. ما حال المؤمنين في ذلك اليوم؟ في أي خطب هم وأي شأن؟ يقول الله تعالى عن أصحاب الجنة: أصحاب الجنة يومئذ في ذلك اليوم الذي يعذب فيه الظالمون، ويلقون فيه السعير، ويقولون حجرا محجورا، ويلقى بأعمالهم هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. المستقر الذي يستقرونه خير من مستقر أهل النار والعياذ بالله. مقيالهم في ذلك اليوم في جنات الخلد هو أحسن مقيال يكون. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. في ذلك اليوم أيها المؤمنون تتشقق السماء بالغمام، وتتنزل الملائكة تنزيلا. في ذلك اليوم لا يكون فيه الملك إلا لملك الملوك الرحمن. لمن الملك اليوم؟ ينادي الله خلقه ثم يجيب: لله، لله الواحد القهار. في ذلك اليوم أيها المؤمنون الظالم
يعض ليس على يد واحدة بل يعض على يديه كلتيهما حسرة وندما وأسفا، ضيع الحياة الدائمة ليست 100 سنة ولا 200 ولا مليون ولا مليونين، حياة دائمة مليئة بالنعيم والقصور والفرح والحبور والحور والنعيم والفواكه والجنات والأنهار، كل هذا ضيعه لأنه ما أحسن التعامل مع الله في هذه الحياة الدنيا القصيرة الزائلة المليئة بالبلايا والكروب والمحن والأمراض والأسقام إلى آخره. يعض الظالم على يديه، ماذا يقول؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا، يندم، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليتني لم أصاحب هذا الصاحب السيء الذي جعلني أفر عن الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه أزكى الصلاة وأفضل التسليم، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لماذا؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. الشيطان أيها المؤمنون عدو، هو عدو المؤمن الأول في هذه الحياة. يا أيها، ولذلك يقول الله يا أيها الناس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان لا يغني عمن تبعه شيئا يوم القيامة، بل إنه ينكص على عقبيه ويقول حين يقضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم، أمليت لكم سولت لكم ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني، ولوموا أنفسكم، أنتم الذين استجبتم وفعلتم باختياركم، وقد خلق الله تعالى الخير والشر، خلق لكم عقولا وأذانا وأعينا وقوا وأيديا، فلا تتحركون ولا تعملون إلا باختياركم، وقد اخترتم الطريق الذي أوصل بكم إلى هذا المكان. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته بمكة، وهذه سورة الفرقان سورة مكية كما ذكرنا في بادئ مجالس تفسيرها، اشتكى إلى الله فقال يا رب إن قومي قوم قريش قد كذبوا بي ولم يؤمنوا بهذا القرآن وهجروه ولم يتبعوه ويؤمنوا به. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثم يسليه الله تبارك وتعالى بعد ذلك ويخبره بأن لكل نبي عدوا من المجرمين، وأن لكل نبي شياطين من الجن وشياطين من الإنس أيضا، فلا يحزنك أمرهم ولا يضيق صدرك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الذي هو الموت، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبون، هم يقرون بك باطلا ويصدقون بك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يا محمد ولقد كذبت رسل من قبلك فماذا فعلوا؟ فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، فلتتخذ منهم أسوة وليكونوا لك قدوة حسنة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. بمن تعتصم يا محمد؟ بمن تلتجئ؟ بمن تلتجئون يا أتباع محمد والدعاة إلى دينه حينما يعاديكم الناس ويرفضون دعوتكم على ما يخلق الله تبارك وتعالى في طي هذه المحن والتكذيبات من المصالح والمنح والأمور التي يظهر الله تبارك وتعالى بها الحق لعباده؟ فكم من حملة تشويهية وكم من أعمال اتهم بها المسلمون حصل من ورائها الخير الكثير ودخول كثير من الناس في دين الله تبارك وتعالى أفواجا. لكن يا محمد ويا أيها المؤمنون السالكون طريقه كفى بربكم هاديا ونصيرا، التجئوا إلى الله واعتصموا به وتوكلوا عليه وأحسنوا عبادته، فإنه سيكفيكم في جانب الهداية ويكفيكم في جانب النصرة، فلتتوكلوا عليه ولتعتصموا به ولا تستعينوا إلا به، ولتمتلئ قلوبكم بذكره جل ذكره، ولتفرغ صدوركم من كل شيء إلا منه جل وعلا، فإنه خير الحاسبين وخير من كفى المتوكلين عليه، وكفى بربك
هاديا ونصيرا. وبهذا نختم مجلسنا، والله تعالى أسأل أن يتقبل منا ومنكم، رزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.